حلو. طيب أستاذ عادل، هل الفنانة شادية كان ليها لحظات، أسفة، كان ليها طقوس يعني قبل الحفلة، قبل الصعود إلى المسرح؟ يا ريت توصف لنا الحالة اللي بتبقى فيها وراء الكواليس. العصبية، التوتر، الشدة الغير عادية فعلا، خايفة رغم التاريخ ده كله برضو بتتوتر. مفيش فنان يقدر يطلع على المسرح وهو مش خايف إلا صح. لو مش فنان صح. حضراتكم بتقدموا البرنامج بقالكم قد ايه؟ كتير، 7 سنين. كل مره انتوا بتيجوا عاملين ازاي؟ لو جايين مطمنين ما تقدموش تاني. لازم لا بس تبقوا صح. ايوه طبعا. اكتر حد بيطلع بيعمل شغله كويس هو اللي بيبقى متوتر على طول. انا اكتر واحد في العالم العربي صورت، عندي ملايين الافلام، لكن كل مره كنت بصور زي اما اكون اول مره وببقى مرعوب وخايف وسمعتي في اللي انا هصوره بكره. فبرضه كده يعني، يعني حتى الرياضيين بيبقوا برضه ليلة الماتش أكيد طبعا متوترين جدا. فهي الفنانة شادية كانت كده، كانت من الناس المحبة العاشقة الفنانة. طب أقول لكم حكاية جميلة جدا. أما جت تعمل مسرحية ريا وسكينة، بنرغي في مرة كده هتيجي وتصورنا، قلت لها أوكي هاجي الدعايات بتاعت المسرحية والأفيشات وكده. فقالت لي بص انا هعمل مسرحيه ريا وسكينه. قلت لها مع مين؟ قالت لي مع سهير البابلي. قلت لها مدام شاديه ده انت عارفه مين سهير البابلي؟ قالت لي ايوه حبيبتي. قلت لها لا انا اقصد سهير البابلي حبيبتنا حاجه، وهي على المسرح بتبقى حاجه وحش طبعا. كاسر ما فيش هزار. قالت لي لا سهير حبيبتي واحنا وفي كيمياء جميله بينا. لما وقفت على المسرح لقيت ان الاثنين وحوش مسرح، ده حقيقي، الاثنين جبارين على المسرح. فكانت لا شادية كانت حاجه غير عاديه. طبعا حافظه حاجه بقى من المسرحيه ولا؟ هو انا بالفعل عملت لها الغنوه بتاعت حبك جننا، اتذاعت يعني على في برنامج اسعاد يونس. عملناها في صاحب السعاده، وكنت لابسه العبايه بتاعتها والمنديل وكده، وقدمناها برقصه يعني تعبير حرفي شويه. اداء طبعا طبعا. طب بتبقي متوتره برضو قبل كل حفله وقبل ما بتطلعي على المسرح؟ انا قبل ما اطلع اولا انا بحب يعني دايما في كل حفله، دايما في كل حفله بحب اقدم حاجه جديده. يعني بحب اذاكر واقدم حاجه جديده، بس بطلع على المسرح طبعا يعني بره القران كله طبعا. قبل ما اطلع وببقى متوتره جدا وببقى خايفه، مش عارفه الجمهور هيبقى عارف الغنوه دي، طب هيتقبلها مش مفيش يعني، ببقى خايفه برضو من رد فعله. خايفه من ايه؟ من ان هم يقارنوا مثلا؟ لا ولا مش المقارنه. اولا احنا ما ينفعش نقارن باي مطرب او مطربه من الزمن ده خالص، مهما كان نهى بتليق في اغاني شاديه، لكن نهى مش صوت شاديه. ما ينفعش، مفيش مقارنه. بس الفكره انت يعني ايه، معظم الناس بتبقى بتغني الاغاني المعروفه المسموعه كده، انا بحب اجيب الحاجات اللي ما خدتش حقها في الدعايه وفي الاعلان عنها. في اغاني ما حدش يعرفها بحب اقدمها، بحب اغنيها. شاديه ليها اغاني لحد الان مش كتير يعرفوا ان هي غنتها. ليها غنوه اسمها انت اول حب، اكيد حضرتك عارفها، بتاعت محمد الموجي. بالظبط. الغنوه دي طب ما تسمعينها لنا بقى. حتى انت اللي قلتي اللي ما يعرفش يعرف. انت اللي قلتي يا نهى واحنا ماشيين وراك. هي بس هي غامقه شويه يعني، بس هي الفرقه ما مش مجهزاه معايا. معلش دندنه كده. يا دي العذاب، يا دي العذاب، السؤال هو السؤال والجواب نفس الجواب، السؤال هو السؤال والجواب نفس الجواب، انت ايه بالنسبة ليا؟ بس بص انت في عينيا، والجواب هيبان عليا، انت ايه بالنسبة ليا؟ بس بص انت في عينيا، والجواب هيبان عليا. يعني بقى كده
حلوه وانت جميله. اول الاغنيه من فيلم على فكره الاغنيه. اه حضرتك عرفتها اول ما رنيتها، لقيتك بتقدم معايا. ايوه فيلم يعني.